حلو جدا عجبني هو المايت سينما. دي تالت حاجة اجربها من مايت سينما وبجد تعجبني. ده ليب كلاس من مايت سينما دبل تاتش، في لونين ليب كلاس والتاني لابستيك، والاتنين وهميين. الدرجة دي 204، ويلا نجرب مع بعض اللابستيك الاول ونشوف بعد كده ايه الافكت بتاعه. على فكرة انا حاطة منه والله ومش عايز يطلع ولا بالطبل البلدي، فيلا بينا نجرب تاني مع بعض. حطيتها الليبستيك بتاعهم، وعايزه اقول لكم يا بنات يعني بجد يعني اللون خرافي، مش عارفه اوصفه لكم ازاي، حلو قوي، بس يمكن الكاميرا كمان ظلماه. الليبستيك ده بيقعد 24 ساعه ثابت ثبات السنين، يعني حلو جدا جدا، وكمان مش بيلزق، وكمان في نفس الوقت ما بيطلعش بسهوله زي ما انتم شايفين كده. انا وريتكم الكلينكس يعني القطنه ما بتكدبش ولا اي حاجه. وبعد كده حطيت الليب كلاس بتاعهم، وبجد الدرجه دي تحفه بتاعته، وفي كمان نسبه جليتر كده حلو قوي، يعني حاجة في منتهى الجمال وبأقل سعر. بس كده، بحبكم، باي باي.